السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الانتهاء من تطبيق على أندرويد ستوديو، والآن نريد عمل سيموليتور لهذا البرنامج لكي نتأكد من صحة البرنامج. طب نذهب الأول أولا إلى الـ SDK Manager ونضغط على SDK Tools ونتأكد إن أندرويد ايموليتور متفعلة، ثم أوكي. نريد عمل ايموليتور للبرنامج، فنجد هنا عندي Available Virtual Devices، دي خاصة بالأندرويد أو أندرويد ستوديو، بيعمل Virtual للبرنامج أو تجربة البرنامج عليه، ولكن لا أنصح بهذا الـ Virtual الموجود على أندرويد ستوديو، وبنستخدم برنامج آخر جيني موشن، وسريع جدا في عمل ايموليشن للبرامج والتفاعل معاه، وممتاز جدا وأرشح هذا البرنامج. طيب لتسطيب الجيني موشن سنذهب أولا عمل فتح موقع جيني موشن، وإذا كان ليس لديك أي إيميل أي أكاونت عليه نعمل create an account، لكن أنا عندي أكاونت فأعمل sign in. أوكي هختار trial، ونلاحظ هنا هيعمل داونلود احدث نسخه للجيني موشن عشان يتوافق مع احدث نسخه للاندرويد ستوديو، عشان دي ممكن مشكله تواجهك في هذه الجزئيه. هنختار I have read and agree. اوكي وهنعمل داونلود تريال فيرجن في with virtual box without virtual box. هنختار with virtual box لانه بيحتاج virtual box في الجيني موشن، ونختار داونلود تريال. هنسطب بالداونلود، هنسطب الاثنين. اوكي وعندي هنا اوراكل في ام تم تسطيبه، وعند الجيني موشن تم تسطيب. طيب هنرجع تاني الى الاندرويد ستوديو لربط الجيني موشن بالاندرويد ستوديو، نحن الفايل ثم نختار سيتنج ثم نختار جيني موشن. اوكي وانا عامل هنا انا مسطبه على الاندرويد ستوديو، وهتختار هنا انستول ويتم تصويبه على الاندرويد ستوديو ثم اوكي. يبقى اذا هنا تم ربط الاندرويد ستوديو بالجوني موشن. طب نروح نعمل بلاي ونختار الجوني موشن واوكي تفاعل معاه. انظروا سرعة الاستجابة للبرنامج، يعني هنا يعني ما خدش وقت يكاد ثواني للتفاعل مع البرنامج. يبقى في حالة اذا هذا هو التفاعل مع الجيني موشن. وفي اي استفسار او اي مشكلة واجهتكم تواصلوا معي برسالة بالكومنت، وشكرا.